بعد ما خدنا البطوله وبعد تعب سنه كامله وبعد فتره اعداد وسفر وسفر لماتشات بره القاهره وماتشات صعبه وتحت ضغط وكله طبعا عشان تاخد البطوله دي وتتكرم قدام احسن لعيبه في مصر. ده طبعا الفرق يعني عشان الاحساس اللي احنا بناخده ده طبعا احساس كويس قوي. ويعني دي طبعا حاجه تشرفنا كلنا، تشرف اي حد اهلاوي او اي حد بيلعب في الاهلي. كابتن مصطفى فرق معانا كتير، يعني كابتن مصطفى قدوه بالنسبه لنا كبني ادم أو قبل ما يبقى كمدرب وقبل ما يبقى جون، لان هو كبني ادم شخصيه نظيفه جدا 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 وشخصيه محترمه وشخصيه بتحبنا فعلا فعلا زي اولاده، يعني مش كلامه خلاص. وطبعا ربنا يكرمه في سموحه ان شاء الله درجه اولى. وهيوحشنا فعلا، يعني عشان هو راجل محترم ومدرب عالمي. انت لو هتتعب ربنا هيكرمك. تعبنا فعلا السنه دي، تعبنا جامد وربنا كرمنا، خدنا البطوله بدون هزيمه وفرق اكتر من 25 نقطه، وده طبعا يعني شرف لاي حد ان هو يبقى في المكان ده. حاجه كبيره طبعا، وبشكر اتحاد الكوره ان هو بيدعمنا الميداليه دي ايا كان يعني وانا مفتخر طبعا ان انا واخد ميداليه وبلعب في النادي الاهلي. طبعا لعبت 27 ماتش وجبت 3 اجوان، والحمد لله الاداء كان مستوى كان كويس الحمد لله، واديت بشكل كويس الحمد لله. بلعب باك يمين وساعات الكابتن بيحتاجني اوف رايت. مثلا الاعلى طبعا كابتن احمد فتحي، بستفاد منه بحاجه كبيره، يعني كابتن احمد فتحي في ارتداد وفي التغطيه العكسيه فبستفاد منه يعني، وكابتن احمد فتحي كابتن طبعا عالمي. طبعا اكيد طبعا مفتخر ومبسوط طبعا، اتحاد الكرة بيقدرنا واحنا تعبنا عشان نوصل لبطولة الجمهورية، طبعا حاجة كبيرة يعني ليا. موسم شاق جدا، تعبنا كتير وموسم طويل جدا، بس الحمد لله ربنا كافئنا في الاخر بالبطولة دي. رابع بطولة ليا مع النادي الاهلي. تكريم النهاردة غير كل تكريم الصراحة، يعني في اهتمام كبير من قبل اتحاد الكرة، اول مرة تتعمل من قبل اتحاد الكرة، كانت دايما بتبقى من المنطقة. النهارده طبعا تكريم على مستوى عالي الحمد لله، وكان متواجد كابتن مجدي عبد الغني. يعني بلعب ديفندر وبلاي ميكر. انا طبعا في المركز الديفندر كان مثل الاعلى كان كابتن حسام غالي. في المستوى العالمي طبعا انيستا في المركز بتاعي. وبالنسبه بقى للاعب اللي نفسي ان شاء الله احقق الانجازات اللي عملها او اوصل لمستوى، طبعا كابتن محمد صلاح. طبعا بص حضرتك الماتشات كلها، الفرقه كلها فرق محترمه جدا، الماتشات كلها صعبه. ممكن في ماتشات تلاقيها اللي يعني مثلا ماتش دجله اللي خدنا فيه البطوله ده تلاقيه طبعا كان اصعب المباريات. مباراه الزمالك كانت مباراه صعبه جدا، بس الحمد لله. يعني طبعا احساس جميل جدا، يعني الواحد لما يحس ان هو اجتهد وبعد كده في نتيجه لاجتهاده ده وكسب البطوله، ده طبعا احساس كويس. وطبعا يعني احنا اجتهدنا من فتره الاعداد لحد اخر ماتش في الموسم، انا وزمايلي والجهاز الفني ما قصرش معانا في حاجه، كابتن شرف وكابتن اسحاق وكابتن مصطفى فتحي ودكتور عمرو ابو المجد. ما انسى حد، بس هو يعني ما حدش قصر معانا خالص. انا تقريبا لعبت 25 ماتش، وبعد كده باقي كان في ماتشات متصاعد مع 99، وكان في ماتشات كان عندي فيها اصابه. يعني من الماتشات الصعبة اللي احنا قابلناها كان ممكن نقول ماتش دجلة اللي احنا خدنا فيه البطولة، كان هو هي دجلة فرقة منظمة، وكمان ملعب دجلة ملعب ضيق وصعب، كان صعب ان احنا نقدر نلعب عليه طريقة لعبنا، بس احنا الحمد لله يعني قدرنا نلعب طريقة لعبنا. وكمان كانت صعوبته ان هم كانوا بيجيبوا فينا جون ونعوض، لحد ما في الاخر الحمد لله قدرنا نخرج بالنقطة اللي جابت لنا البطولة. ده الطبيعي، احنا في النادي الاهلي وده الطبيعي طبعا، يعني مش حاجة جديدة، طبيعي جدا ان احنا صاحب مركز اول حارزين على البطوله، ده الطبيعي بتاعنا، يعني مش حاجه جديده، مش شعور جديد، يعني حاجه مش حاجه مختلفه زي بقيه الناس. طبعا تعود ان احنا اصحاب بطولات دايما، والحمد لله يعني دايما. بطوله الجمهوريه عامه صعبه جدا، لانك انت بتقابل كل الفرق الدوري الممتاز، بتسافر معسكرات وتلعب هنا وضغط مباريات وفرق جامده يعني. فالحمد لله احنا اتعاملنا الماتشات كل ماتش بماتش، وده اللي التعليمات اللي كان الجهاز بيديها لنا، ان احنا ناخد كل ماتش بماتش وما نفكرش في حاجه بقى في اللي راح، يعني اللي عدى خلاص صفحه وفناها، واللي بعد كده بنفكر كل ماتش بماتش. بس اقل من نص بحاجات بسيطه مش مركز فيها بصراحه، بس برضه يعني كفايه ان الواحد لابس تيشيرت النادي الاهلي وبيدافع عن النادي الاهلي، والحمد لله طبعا حاجه مبسوط جدا، حتى لو ما لعبتش الا ماتش او ماتشين، دي حاجه بالنسبه لي فخر كبير جدا يعني.